الله يهدي. تهور البلاد، تسيب برشا ناس صغارها وبرشا ناس تهمل في صغارها، وبعد اش تحبي يولي هو؟ تجيب 20 وتهملهم ايش يولوا؟ يولوا بندي يولوا مركز سرقه ويملوا. وثم ثنا قلت معروف تلقاه لاباس عليه بصحته الحمد لله، على ما يخدمش، الخدم موجود ما يحبش يخدم، يلقاها لقمه بارده يخطف بها تليفون يبيعوا حتى ب 30,000 ويعيش بها. مش حكايه قله بخل، الوالدين صحيح جابوا لكن يلا غالب هذاك هو، حتى هما خدموا يلزم انت تخدم زاد. الامن قديش باش يولي؟ قمره هو باش تنشر على البلاد، فماش يلزم كل واحد يحافظ على عائلته اكثر حاجه، اكثر حاجه يبخ لي نحو. انت كتربي صغيرك قول له مد الكاس، ملي هو عمره صغير مدك الحاج تو يتعلم، ما يلقاش كل شيء لديه، كل شيء لديه. هذيك هي المجتمع تو باش تحبوا يولي. يطمع فمه تخدم في التسعين وفي الثمانين وبيا في السبعين وفي الثمانين يخدم وهو راقد، باش تحبوا يولي؟ انت تمد له كل شيء لديك، احنا قبل ما يمدوش لي انا نمشي وحدنا نهزوا الحاجه. مش تحبي صغير تو يلزمك انت هذا الكل من تسييب العائله لبي ربه وهو يتحمل مسؤوليته. وصل 20 سنه وش يعمل؟ باش يقعد يضرب فيه؟ ما يجيش قد قد ما يضربهوش. هذه كاين مجتمع تو، اش نقول لك؟ لا حكايه رئاسه ولا حكايه